القحطاني انت ميسي ولا ايش؟ انت ميسي ولا ايش؟ هات العاده. لا لا هدف الجوله حسم، موضوع هدف الجوله حسم، موضوع هدف الجوله انتهى 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 انتهى. شوفوا القحطاني، شوفوا القحطاني، القحطاني الموهبه، شوفوا يا لعيب بالكعب حلو. شوفوا ها شوفوا ها شوفوا 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 العاده، شوفوا يا الله على الكنترول على الدوران على الشيكاو يا لعيب. هذه سواها زيدان، والله سواها زيدان في مباراة لمدريد. راح انزل لكم الكنترول، كنترول زيداني زيداني زيداني. دار 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 كده وحطها. موهوب هذا الولد، مستقبل يا ابو قحط، مستقبل يا قحطاني. اليوم انت سعيد يا قحطاني، اليوم اصدقائك سعداء، اليوم عائلتك سعيدة، اليوم محيطك كلهم سعداء، انت موهوب. الله يحميك من الاصابات، الله يحميك من الاصابات. سلام عليكم. بعرف انا ايش التدخل اللي ما له داعي من لاعب الاتفاق على سالم الدوسري؟ يعني كل هذا عشان مغطك رايح جاي واخذك سبيل؟ من قوه التدخل يا جماعه سالم الدوسري اول ما طلع بسياره النقل ما راح للدكه جلس، لا على طول ودوه عند سياره الاسعاف. والصدمه الاكبر والاكبر يا جماعه ان التدخل على قوته الحكم ما راى فيها الا كرت اصفر فقط. اضافه لايك يا حبيبين على السريع، واكتبوا لي رايكم لو انت كنت حكم المباراه ما الاجراء المناسب اللي راح تتخذه على لاعب الاتفاق. حياكم الله عندي بالاصفر اليوزر، تلقونا في البايو. سلام عليكم. البلاي وحركاته ما يغيرها. طبعا رديف انطرد وهذا شيء منطقي. هذه كيف ما هي طرد؟ سؤال. شوفوا كيف تدخل على المفصل ما هي طرد. وطبعا اي مباراه فيها عبد الباسط وميترو لازم تكون فيها حفله، ولكن اكيد فيها حفله يعني اكيد ميترو حيسجل عبد الباسط معاه. والله لا يسجل لا يسجل. والله يا اخوان للانصاف من سنوات، من اخر مره برايم عمر السومه الى الان، انا اول مره اشوف مهاجم يقنعني بهذا الشكل، يجيب الاهداف من أنصاف الفرص ويصنع الأهداف للفريق بشكل عام، برضو من أنصاف الهجمات. بالنسبة للودي هذه صفقة جديدة لنادي الهلال، كأنه الهلال تعاقد مع ظهير جديد في الفترة الصيفية الماضية. مستحيل يكون لودي هذا اللي من أول يطالبوا فيه يخرج، مستحيل. أي مباراة في العالم وأي بطولة في العالم ما تبي تفوت أي مباراة، مالك إلا سام ستور، الرابط في البايو، وهذا كود الخصم، استمتع. المتحكم الأول في كل شيء هجومي للهلال مالكم، في التسجيل، في صناعة الأهداف، في كل شيء، كل شيء، في رتم الهلال كامل هو مالكم. ومالكم يلعب في كل خطوط الهجوم، في كل مكان يلعب، جناح يمين، جناح يسار، ورا المهاجم، مهاجم، حارس، حلاق، شيف، أي شيء يلعب. اليوم سجل وصنع، كيف؟ الهلال رجع للصدارة، مبروك هلالية. كل الأندية صارت فاهمة الموضوع، تبى توقف الهلال كسره، كل الأندية. اليوم الاتفاق كسر سالم الدوسري والموضوع حيستمر، عندي إحساس، لأنه النادي هذا عزيزي المشاهد تبى توقفه ما في شيء يوقفه، فكسره، هذا اللي بيصير. فما حد داري إصابة سالم كم حتستمر، ممكن يطول ممكن بدري الله أعلم. بس أول مرة أشوف الهلال يجيب الفوز، هو يعني إيش مباراته صارت صعبة؟ دائما من الشوط الأول يخلصوها، لكن دحين صاروا يتعبوا، صاروا يحسوا فينا. بإذن الله عزيزي المشاهد طيحتهم قريبة مية بعيدة، الاتحاد حيركب الصدارة بالصبر. وانت عزيزي المشاهد بتشوف جميع المباريات مالك الا فاست تي في 18 ريال بس، واذا علق عليك كمان تقدر تسترجع فلوسك، الرابط في البايو. سؤال اليوم، وش التيشيرت؟ وش قايل لك انا؟ وش قايل لك؟ اقسم بالله مو طبيعي انت، اقسم بالله توني قلت لابو احمد دام لبس تيشيرت الاتفاق الهلال بيسجل. والله توني قايل لابو احمد، والله تو لبست تيشيرت الاتفاق الا الهلال سجل. والله اقسم بالله يا عيال مو طبيعي. انا لو ودي هنا زي كذا ما والله توني قايل ابو احمد ايش قايل لك؟ قدام لبست تيشيرت الاتفاق الهلال الحين بيسجل. لا فعلا الهلال سجل الحين، ما فيها شيء. هدف هدف ورطهم، والله ورطهم يا سلام. يا جماعة الخير، إصابة سالم الدوسري قبل شوي في مباراة الهلال والاتفاق وطلع على أثرها مصاب وتم استبداله. نعم يا جماعة، سالم الدوسري أهم عنصر في المنتخب السعودي بكل أمانة، واللاعب اللي مفروض أنه نبدأ معاه صفحة جديدة في مباراة أستراليا اليوم طلع مصاب وراح يطلع وممكن ما يلعب مباراة أستراليا ومباراة إندونيسيا القادمة. نعم يا جماعة، وإصابته ممكن أقل شيء 3 أسابيع، وتقريبا إذا كانت أفضل شيء أسبوع واحد، وهذا الأسبوع يعني ما راح يلعب مباراة أستراليا أقل شيء
يعني هذه اقرب شيء بصراحه. التدخل كان كبير من قوي جدا من لاعب الاتفاق صبياني، كان ممكن انها تكون اقوى من كذا، لكن سالم يعني ابتعد عنها، بس ترى مصاب بسبب التدخل العنيف اللي بكل امانه من لاعب نادي الاتفاق. على العموم باذن الله تعالى مشافه ومعافى يا سالم، ما تشوف شر، باذن الله ترجع اقوى للمنتخب السعودي بالذات، لان نحتاجك مع المنتخب مع المرحله القادمه الصعبه جدا، ونحتاج النقاط مع المنتخب. كل التوفيق لك يا سالم، وترجع أقوى بإذن الله تعالى.